like flex on you haters. Hi haters. Yeah. This is my world, so it's all in my favor. Yo! تأتوني. لا. شو عم بيصير بالحياة؟ الليلة صارت عم تعمل فيديوين بالأسبوع. اليوم عنا حلقة جديدة من سلسلة فلسفة مع ليلى. ونقيت موضوع شوي حساس إلي، بس صار لي زمان بدي أحكي عن الموضوع، فقلت حأعمل حلقة كاملة عن هالشيء. ما حنبكي اليوم بس، أوكي؟ إذا بعدكم مش مشتركين بالقناة، شو عم تعملوا بالحياة؟ اشتركوا بضغط الزر الأحمر تحت الفيديو. أوكي، سو الموضوع هو ليه ما عملت عملية تجميل لمنخاري؟ أولاً إذا بتحضروا ماي فيديوز بتعرفوا إنه قلتلكن بدي أعمل عملية تجميل المنخاري، بعدين ما عملته، فكتير منكم سألوني شو صار بهذا الشغل. بس خلينا نرجع شوي بحياتي تتعرفوا ليه وصلت لهالقرار وليه رجعت منه. أول شيء هيدا منخاري تتعرفوا قدي كبره، مش هلقات كبير. لما كنت صغيرة كنت مثل أي بنت، يعني ما كتير بفكر منخاري، ما كتير بتطلع بالمراية وبركز على منخاري. عادي انه منخار، كل شخص عنده فيتشرز مختلفين، فانه هيدا وجه. بعدين كبرت ورحت على الجامعة بلبنان، واذا بتعرفوا بيروت بتعرفوا انه اغلبية العالم بيجوا على لبنان تا يساووا عملية تجميل. فلما كنت هنيك كنت عم شوف انه هالشي صار عادي جدا، حتى في اهل بيهدوا بناتهم على التخرج عملية تجميل لانفون، والكل حر بوجهه بحياته، اتس فاين. انا كنت ضد هالشي لإلي، ما كنت حابب منخاري بس كنت ضد عملية التجميل. حتى كنت اكتب بمجلة الجامعة وكتبت مقال كامل عن هالشي وكيف انا ضد عملية التجميل. وبعد كل هيدا اقتنعت من قد ما هالشي صار عادي. كل عامل هالعملية كان شكلهم عادي وهلا صاروا كتير حلوين، حسيت انه اوف انا ليه ما فيني اعمل هالشي اذا انا فيني اكون احلى. حتى صارت منتشرة بشكل، لحقت انا مرة عند دكتور بلبنان جراحي بس يشيلي شي عن ايدي، وانا كتير كنت خايفة يشيلي هالشي. طلع فيه وقال لي انت اذا هلا خايفة بس عم تشيلي شغلي عن ايدك، شو حتعملي لما يسيبولك من خارك؟ ما في بك اليوم. عم بتخيل البنات الصغار بهالعمر، انا كنت 18 سنة، عايشين بهالمجتمع اللي عم بيقنعهم انه لازم تغيروا نفسكم. لما افكر فيها هلا، انا كنت حخلي الدكتور يبنجني يكون غايبة عن الوعي، يقصلي وجهي، يكسرلي منخاري ويحفحف يقطبلي اياه، من شان شو؟ لا عالم بفكرني شوي احلى. anyways كنت عاملة حسابي انه حاعمل العملية، فدفعت نص المبلغ، روقت علي كثير مصاري، بس انه اتس اوكي. سو كنت قاعده مع اصحابي، واحد منهم عدلي بتعرفوا، وهو كان ضد هالشغله قد ما انا كنت ضده زمان. كنت قاعده معه وقلت له انه اي حاسه ما خايف، طلع فيي وقال لي يور بيوتيفول، وهالشيء وعاني. انا عم فكر هيك، انا اللي دائما عم بحكي عن حب النفس وتحسين الذات ولازم نتقبل نفسنا، انا عم فكر اعمل عملية تجميل. ما بعرف، يمكن الحب للنفس مرات بيبلش من برا من عالم غيرنا، وبعدين شوي شوي نحن بنصير بنتقبل نفسنا، بنشوف حالنا مثل ما هن بيشوفونا. عشان هيك بنسميها فلسفة مع ليلى. وانا بالسوشيال ميديا، سو تخيلوا قد ايه بيجيني كومنت باليوم لازم تغيري هيك وهيك وهيك بوجهك. بس اخر همي انا هيك، انا مبسوطة بحالي، انا تقبلت نفسي، سو حلو عني. مش ناقصني حدا تاني يقول لي شو في غلط فيي، انا عارفة كل شي غلط فيي. نص الوقت عقلي عم بيقول لي هيدا غلط هيدا غلط هيدا غلط، بس شوي شوي كل يوم صرت غير هذا التفكير. انا لما كان بدي اعمل منخاري كنت بطلع بالمرايه وبس شوف منخاري، بس هلا مع الوقت وشوي شوي عم بتقبل نفسي بطلت شوف اصلا منخاري بشع. رجعت للتفكير انه كول منخار في اشياء كثير اهم بالحياه. بديك اليوم كنت عم بسالكم تسالوني اسئله على الانستغرام، وحدا قال لي شفايفك كثير صغار بدك كبريون، فرجيتكم شو رديت عليها، قلت له انا عم جرب حب نفسي مثل ما انا، فشكرا باي. وما بتصدقوا كم بنت بعثت لي مسج شكرا على هيدا التفكير، وانت ساعدتيني يكون عندي ثقه اكثر بنفسي، بس لان رديت على هيدي البنت هيك. فعم بعمل هيدا الفيديو بس كل هالبنات اللي عم يكبروا بعالم وبمجتمع فاكرين هيدا الشيء عادي، تنرجع نفهم انه هيدا الشيء مش عادي. كل شخص يونيك، يعني غير عن الكل. ليه بدنا كلنا نعمل هالعمليات تنكون شبه بعض؟ شوفوا الانستغرام كل البنات صاروا شبه بعض. ايه من خارج شوي اكبر من اللي انا بدي اياه، بس على قليلة انا الوحيدة اللي شكلي هيك. ما ضروري نعمل مليون عملية تجميل تصير احلى او اجمل بعيون غيرنا، يمكن تاخد وقت، بس شوف الاشياء اللي نحن بنحبها بنفسنا، شوي شوي نتقبل حالنا ونحب حالنا. بالنهاية كل واحد منا حر، هيدا وجهكم، هيدي حياتكم، هيدي قصتي ورأيي.
اوكي عشان تكونوا انبسطتوا فلسفه مع ليلى. بحبكم 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 وبشوفكم بالفيديو الجاي. Peace.